أهلا فبراير، حيث تستعد الكويت أيها السادة للاحتفال بالأعياد الوطنية في إطار برنامج مليء بالأنشطة المختلفة. المزيد من التفاصيل نتواصل بهذا الاتصال مع مراسلنا فهد التركي المتواجد حاليا بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي. مساء الخير زميلنا فهد التركي، وماذا لديك بخصوص تدشين الاحتفالات بالأعياد الوطنية في مركز جابر الثقافي؟ مساء الخير زميلي عبد العزيز، تحية لكم ولمشاهدي تلفزيون دولة الكويت. تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية يدشن مركز جابر الثقافي ابتداء من اليوم موسمه الثقافي الجديد لعام 2022، والذي سيحتوي على كثير من الفعاليات في خلال هذا الموسم، الذي سيتضمن تعاون كافة الجهات المعنية في الدولة والمراكز الثقافية بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة كورونا، لتسليط الضوء بشكل أكبر على برنامج مركز جابر الأحمد الثقافي لهذا الموسم. يعني يسعدنا أن نلتقي بالسيد وليد العوضي الرئيس التنفيذي للمراكز الثقافية. مساك الله بالخير سيد وليد، تحية لكم والجهود التي تبذل من أجل العودة من جديد للفعاليات والبرامج في مركز جابر الثقافي. ماذا نقول للمشاهدين بالنسبة لبرنامج مركز جابر الثقافي لهذا الموسم تزامنا مع الاحتفال بالأعياد الوطنية؟ مساك الله بالخير وأمسي على الجمهور الكريم، وعسى أيامنا وأيام الكويت كلها أعياد بإذن الله. اليوم مركز جابر الأحمد الثقافي يقيم هذه الاحتفالية الفعالية اللي سميناها دار الجمايل، وهذه أول فعالية للمركز بعد توقف لمدة عامين. هذه الفعالية هي العرضة البحرية والفنون، العرضة البرية والفنون البحرية والتقائهم، واللي هو رمزية تأسيس الكويت ورمزية تعبر عن أهل الكويت وكيف أنهم دائما يلتقون على الخير. فصنائع المعروف وبلد الخير أطلقنا على هذه الاحتفالية دار الجمايل. طبعا مركز جابر الأحمد الثقافي قبل كم يوم أعلن عن جدول فعاليات، سمينا الموسم هذا ربيع الكويت، ربيع الكويت 2022. بإذن الله هذه الاحتفالية اليوم بعد ساعة تقريبا برعاية معالي وزير الإعلام، وشرفنا سمو رئيس مجلس الوزراء بيكون معنا إن شاء الله في هذا الاحتفال، لأنه هو احتفال شعبي للأمانة. يعني الكل يلتقي اليوم، ما هو احتفال رسمي، الكل يلتقي في هذه الاحتفالية بشكل شعبي، والعرضة لها حضور كبير اليوم، وعندنا تقريبا فوق 200 شخص راح يكونون موجودين في هذا الفن، فما هي عرضة عادية. حاولنا نسترجع الماضي بهذه العرضة من 1938 في تصوير للشيخ أحمد اليابر رحمة الله عليه والعرضات القديمة، وحاولنا نشكل عرضة جميلة اليوم بهذا الشكل. مركز جابر راح ينطلق اليوم بهذه الفعالية، وتتبعها كثير من الفعاليات اللي بكرة عندنا فرقة التلفزيون، وبعدها عندنا ثلاث جلسات في المسرح الخارجي الروماني. هالثلاث جلسات يبدأها فنان الكويت خالد الملة وغيرهم الفنانين الشعبيين لمدة ثلاثة أيام، وهي بالمجان للناس، وبعدها ننتقل للمسرح الداخلي 25 26 27، وثلاث ليالي مع فنانين عرب نبديها في الفنان القدير عبادي الجوهر، وتنتهي بالفنان المصري الجميل تامر حسني، وبينهم كثير من الفنانين والفنانات اللي عشان ما أنسى أحد. ثلاث أيام من الاحتفالات الوطنية، والتذاكر إن شاء الله موجودة على السايت لمركز جابر الأحمد الثقافي. بعد هذه الفعاليات ننطلق لمركز جابر الأحمد الثقافي وفرقة الأوركسترا يوم 3 يوم 4 من الشهر إن شاء الله، والفرقة راح تكون جاية في ثيم جديد اللي هو ثيم شريط، فراح نقدم شريط منوعات والشريط الوطني مع فرقة أوركسترا جابر. وتنطلق كثير من الفعاليات اللي هو حديث الأثنين وموسيقى الأثنين. السنة احنا انطلقنا بالساحات الخارجية، فعلنا الساحات الخارجية واحنا نحتفل بالذكرى الخامسة للمراكز. الساحات الخارجية بالسابق ما كان لها حضور، كانت الساحات الداخل المراكز كانت معتمدة على المسارح الداخلية. اليوم الساحات الخارجية كلها، ساحة العلم والحديقة المستديرة والمسرح الخارجي الروماني، كلها تفعل وكلها احتفالات لغاية 31/3 بإذن الله.
بين الداخل والخارج المركز مليء بالفعاليات، مليء بالفعاليات بعضها نوعي مثل كلثوميات، مثل حديث الاثنين، موسيقى الاثنين، فرق الأوركسترا، وبعضها شعبي مثل ما نشوف اليوم، والبعض الآخر راح يكون عالمي إن شاء الله راح نعلن عنه بالوقت المناسب. سيد وليد، كيف سيتم استقبال يعني الجمهور الكريم في مركز جابر الثقافي؟ طبعا احنا الأبواب مفتوحة للجميع بالحفلات الشعبية والمجانية، بإمكانهم يدخلون على السايت ويحجزون، وهو الحجز مجاني بس تحجز مقعد، والحجوزات اللي هي تذاكر تحجز كمان من الابلكيشن ومن الويب سايت. الجمهور اللي احنا فاقدينه اكثر من عامين راح نشوفه ان شاء الله في المركز عن قريب. الحلم ينطلق، حلم ربيع الكويت ودار الجمايل والموسم الكبير الثقافي ينطلق ابتداء من اليوم. اكيد الجمهور متعطش، جمهور متعود على ستاندرد معين لمركز جابر اللي ما راح نخيب ظننا ان شاء الله لا بالفعاليات ولا بالترتيب. كل الشكر والتقدير للسيد وليد العوضي الرئيس التنفيذي للمراكز الثقافية، والشكر موصول لكافة الجهود التي قامت بتنظيم تلك الفعاليات والبرامج في مركز جابر الثقافي. من مركز جابر الثقافي نعود إليك زميل عبد العزيز في استوديو الأخبار. نعم فهد التركي، شكرا لك وشكرا لضيفك وليد العوضي الرئيس التنفيذي لمركز جابر الثقافي، ودام عز الكويت، والله يحفظ الكويت ويحفظ شعبها من كل مكروه، وهلا فبراير.